بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم، معاكم مهندس اسد رمضان. ان شاء الله النهارده هبدا سلسله متكامله بشرح موضوع مهم جدا، الا وهو التسريعات والتقنيات اللازمه لربط انظمه الطاقه الشمسيه الكهروضوئيه للشبكه الكهربيه. الموضوع ده يا شباب مهم جدا، عايزين نبدا نشوف ايه هي الريجوليشن والتكنيكال ريكويرمنت، هنشوف ايه الريجوليشن والتكنيكال ريكويرمنت عشان نوصل البي في سولار سيستم مع الالكتريكال نتورك. يبقى الموضوع بتاعنا هيتكلم عن الريجوليشن اند التكنيكال ريكويرمنت تو كونكت البي في سولار سيستم تو ذا الكتريكال نت وورك. ان شاء الله هبدا اتكلم اول موضوع عندي الانتجريشن اوف رينيوبل بيز ديستريبيوتد جنريشن كونسيدرنج الانسرتينتي في حالات السمارت جريد. هنبدا نركز نشوف يعني ايه انتجريشن، يعني ايه اعمل انتجريشن او اعمل موائمه وتركيب لانظمه الطاقات المتجدده الرينيوبل بيز بنسميها الدي جي. دي جي اختصار ديستريبيوتد جنريشن، الدي جي تمام ديستريبيوتد جنريشن، مع اعتبار عوامل عدم الموثوقيه او الانسرتينيتي. الانسرتينيتي ده موضوع مهم جدا هنبدا ندرسه في السمارت جريد او في الشبكات اللي احنا هنشتغل عليها. طبعا الموضوع ده يا شباب مهم، وبالتالي هنبدا ندي انترودكشن عن اهميه الرينيوبل انرجي ريسورسز. رينيوبل انرجي ريسورسز دي تمام اول ثلاث حروف من رينيوبل انرجي ريسورسز، اول حرف رينيوبل ار، انرجي اي، ريسورسز ار. وبالتالي هنمشي في الشرح باني عندي رينيوبل انرجي ريسورسز هنسميها ار اي ار. طبعا الار اي ار ار وايدلي امبيدد ان سمارت جريد. خلاص دلوقتي في امر واقع ان الرينيوبل انرجي ريسورسز بتبقى مدمجه مع شبكات السمارت جريد او الشبكات الذكيه. ليه؟ لان الرينيوبل انرجي ريسورسز بتعتبر الكي تكنولوجي فور سمارت جريد، هي المفتاح الرئيسي للتكنولوجيا استخدام الرينيوبل انرجي ريسورسز ابلكيشن. كمان هي بتدي مستقبل واعد بروميزنج فيوتشر فور باور جنريشن في الالكتريكال او ان الالكتريكال نتورك. طبعا احنا بنحصل على مزايا كتير جدا من دمج رينيوبل انرجي ريسورسز في الشبكه. طيب زي ايه؟ وده هو الموضوع اللي احنا هنبدا نشتغل عليه ونركز عليه، ده موضوع الشغل بتاعنا. Many benefits can be captured by a real integration in terms of ايه بقى الحاجات اللي انا هبدا استفيد بيها؟ الباور كواليتي. اول حاجه باخد بارامتر مهم جدا الباور كواليتي، الكواليتي الخاصه بالباور بتاعتي. الجوده يا شباب، جوده الباور تمام؟ ده عامل مهم جدا بينتج من استخدام الرينيوبل انرجي ريسورسز وعمل انتجريشن ليها مع الالكتريكال نتورك. رقم اثنين ايكونوميك كونسيدريشن، ان انا باخد مكاسب اقتصاديه تمام من دمج الرينيوبل انرجي ريسورسز مع شبكه الكهرباء. زي ايه؟ رقم واحد يا شباب الانرجي لوس مينيمايزيشن، بقلل الانرجي لوسز تمام، بقلل الانرجي لوسز، وده اللي احنا هنبدا نشتغل عليه وهنثبته من خلال التجارب والابحاث اللي احنا عملناها على شبكات فعليه. ريال نتورك، ريال نتورك، مش قياسات كده وخلاص، احنا واخدين شبكات فعليه وبدانا نعمل انجكشن رينيوبل انرجي ريسورسز داخل هذه الشبكات، وبدانا نشوف تاثيرها على الانرجي لوسز. لقينا ان هي بتعمل مينيمايزيشن للانرجي لوسز، بتقلل المساقيد تمام
اللي موجوده في الشبكه. رقم 2 بتعمل لي فولتج بروفايل امبروفمنت. طبعا احنا عارفين في كيرفات خاصه بالفولتج بتعمل لي امبروفمنت للفولتج. ثانيا بتعمل لي ستابيليتي انهانسمنت، بتعمل لي استقرار في الشبكه، تحسين لاستقرار الشبكه. الناس بتقول ان احنا خايفين نركب رينيوبل انرجي ريسورسز داخل مكونات الالكتريكال نتورك او الشبكه العامه بتاعه الكهرباء، احنا بنقول لك لا، اطمن، في ابحاث كتيره معموله على الموضوع، تمام، ناس كتير شغاله عليها بتثبت ان الانتجريشن اللي هيحصل بين الريوبل انرجي ريسورسز سواء كان سولار او ويند او وات ايفر، ده هيحسن من الباور كواليتي وهيدي لك ايكونوميك كونسيدريشن او هيدي لك ايكونوميكس فايده اقتصاديه، تمام، من خلال ان هو رقم واحد هيقلل المطاطيد الانرجي لوس مينيمايزيشن، هيحسن الفولتج بروفايل بتاع الشبكه، هيعمل تحسين للاستابيليتي، هتلاقي الشبكه بقت اكثر استقرارا طبعا، وكل العوامل دي بتعمل لي كوست مينيمايزيشن. يبقى انا دلوقتي بدات اشوف ان الانتجريشن الخاص بالرينيوبل انرجي ريسورسز، تمام، في الشبكه هيعمل كوست مينيمايزيشن. انا لما هحط في الشبكه، تمام، شبكه الكهرباء العامه، لما هركب معاها واعمل انتجريشن لمحطات طاقه شمسيه ومحطات طاقه رياح، ده هيقلل لي الكوست. هيقلله ازاي؟ رقم واحد هيقلل الانرجي لوس، هقلل المفاتيح. رقم اثنين هيعمل امبروفمنت للفولتج بروفايل، هيعمل انهانسمنت وستابيليتي لكل الكومبوننت الموجوده على الشبكه، وده بدوره هيعمل لي كوست مينيمايزيشن اوف الانرجي برودكشن. هنبدا نشوف طبعا نيفرز ليس علاوه على ان الرينيوبل انرجي ريسورسز انكلودنج الفوتوفولتيك، ده رقم واحد وده موضوع الشغل بتاعنا الاساسي، محطات الطاقه الشمسيه الكهروضوئيه، الرير انكلودنج فوتوفولتيك باور جنريشن والويند باور جنريشن. طبعا الفوتوفولتيك باور جنريشن والويند باور جنريشن ار كونسيدرد الميجور انسرتينتي سورس ان السمارت جريد. اكتر حاجه بيظهر فيها عدم الموثوقيه اللي هو او الانسرتينتي بارامتر، تمام، اللي هي محطات طاقه شمسيه ومحطات طاقه الرياح. ليه طيب بيظهر ده؟ نتيجه التغير المستمر في الإيريديانس، الإيريديانس اللي هو الإشعاع اللي احنا بناخده من السولار إنرجي، تمام؟ يبقى أنا لما باجي أعمل معادلات عشان أبدأ أدرس تأثير الطاقة الشمسية، بدرس تغير الإيريديانس، وهناخد التعريفات دي بالتفصيل إن شاء الله في المحاضرات القادمة. يبقى ليه هم مصادر أنسرتينتي؟ نتيجة ديو تو ذا كونتينوس فاريشن الريديانس ده في حالة السولر والويند سبيد ده في حالة الويند. As well as the uncertainty of load، طبعا ما تنساش ان في uncertainty بارامتر في اللود ديماند. اللود ديماند بيتغير لحظيا من لحظة للحظة ومن يوم ليوم ومن شهر لشهر ومن سنة لسنة. ثانيا في عندي تغيرات الالكتريسيتي برايس اللي هو السعر الكهرباء، وكمان العربيات الكهرباء او البلاجن الكتريكال فيكلز دي فيها انسرتينتي بارامتر، وكمان بيحصل انسرتينتي في الفيوتشر انسرتين لود جروث. انا ما ببقاش عارف اللود جروث بيتم ازاي او متوقع هو بيتم ازاي بالظبط، وبالتالي بيحصل فيه عوامل انسرتينتي كتير. طبعا الانسرتينتي يا شباب الانسرتينتي هاندلنج السمارت جريد ده اصبح حاجه ضروريه جدا، مهم جدا ناخد ان في عوامل انسرتينتي موجوده في الشبكه. ما اقدرش انا اقول الريديانس الطاقه الشمسيه كونستنت، ما اقدرش اقول ان الويند سبيد كونستنت، ما اقدرش اقول ان اللود ديماند
حسب الطلب تمام بتاع اليوزر كونستانت تمام، ده كله variable. يبقى nowadays uncertainty handling in smart grid became one of the main concerns of a decision maker. كل الناس صناع القرار سواء كان الحكوميين الجفرنس او الانجينيرز او المانجر او الساينتستس لازم يحطوا في دماغهم انهم لازم يعملوا اعتبار للانسرتينيتي في حساباتهم وفي تخطيطاتهم تمام، عشان تطلع الحسابات اللي احنا بنحسبها دي دقيقه. يبقى ليه؟ فور افيشنت بلاننج اند اوبريشن، عشان نحصل على افيشنت بلاننج اند اوبريشن، حاجه دقيقه جدا في التخطيط في التشغيل للشبكات الذكيه، عشان اقلل من تو ديمينيش الريسك اوف اساينينج الاوبتيمال سايتنج اند سايزنج اوف رينيوبل انرجي ريسورسز. انا لازم اقلل من مخاطر التحديد الخاطئ لقيم محطات الطاقه الشمسيه واماكنها. لازم اعمل سايزنج وسايتنج مظبوط، وبالتالي انا مجبر لازم اتعامل مع الانسرتينتي داخل حساباتي. طبعا موضوع الانسرتينتي في ناس كتيره جدا اشتغلت على الانسرتينتي، وبالتالي هم بداوا يدخلوا الانسرتينتي بارامتر في الحسابات تمام، وبالتالي بدات تطلع الكالكوليشنز مظبوطه. يبقى ميني ميثودز ار يوز تو هاندل الانسرتينتي ان السمارت جريد. طب ايه هي الطرق؟ في عندي ثلاثة كاتيجوريز رئيسيين. رقم واحد البروباليستيك ميثود، رقم اثنين البوسيبليستيك ميثود، رقم ثلاثة ميثود هايبريد بين الاثنين اللي احنا بنسميها هايبريد بوسيبليستيك بروباليستيك ميثود. يبقى انا عندي ثلاث طرق للتعامل مع الانسرتينتي في الكهرباء او في محطات الطاقة الكهربية اللي احنا بندرسها. رقم واحد البروباليستيك ميثود، رقم اثنين بوسيبليستيك ميثود، رقم ثلاثة هايبريد بوسيبليستيك بروباليستيك ميثود. وان شاء الله في المحاضرات القادمة هنبدأ نتكلم عن موضوع الانسرتينتي ان ديتيل. انتظرونا في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.